دلوقتي خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين، وكل يوم بيبقى فيه اخبار جديده وكل يوم بيبقى فيه انجازات جديده خاصه بالنادي الاهلي. هتكون معانا سلا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سلا صباح الخير عليكي، اكيد سامعينك انا وكريم وكل متابعين 10 الصبح، اتفضلي. صباح الخير، طبعا برحب بيك انا هواند واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وبالفعل انا هواند انا حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وعلى راسهم الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله هيرجعوا ويستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش الساعه 12 الظهر، وده بعد راحه لمده 48 ساعه بعد مواجهه السوداني في السودان. يمكن قرر مستر بيتسو انه اللعيبه تريح شويه لمده 48 ساعه بسبب الارهاق والتعب اللي يعني شافوه الايام الماضيه بسبب المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه وكمان مباراه الهلال السوداني، واكتفى بالنهارده بس انه الفريق النهارده يتمرن ويستعد بشكل قوي للمباراه القادمه ان شاء الله. يمكن مستر بيتسو كمان والجهاز الفني نهاوند وكريم قرروا او اتكلموا مع اللعيبه بانهم خلاص يقفلوا صفحه بطوله او مباراه الهلال السوداني في بطوله افريقيا ويخلوا كل التركيز بشكل كامل وبشكل اكبر على مباراه بكره ان شاء الله، مباراه مصر المقاصه اللي تقام في تمام الساعه 8 مساء في اطار منافسات بطوله الدوري الممتازه لكره القدم. ده بالنسبه لفريق الاول لكره القدم. كمان يعني خلينا نتكلم شويه على الالعاب الاخرى، وفريق الاول لكره السله رجال النهارده ان شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. الاول التدريب هيكون في صاله الجيم لمدة ساعة، وبعد كده الساعة 6 التدريب هيكون في الصالة شوتينج على الباسكت، ولكن هيشارك عدد بسيط من لاعبي النادي الأهلي في التدريب النهاردة، ده بسبب أو نظرا لي في عدد كبير آخر متواجد في معسكر منتخبنا الوطني، 8 لاعيبة من النادي الأهلي ولكن تم اختيار منهم 4 لاعيبة بس للقائمة النهائية لمنتخبنا الوطني اللي هتشارك إن شاء الله في تصفيات كأس العالم للمنتخبات اللي هتقام في السنغال. ويمكن الأربع لاعيبة اللي تم اختيارهم هم إيهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق وعمر زهران، وتم استبعاد اربع لاعبين من النادي الاهلي وهم عمر عزب، سيف سمير، وعبد الله ناصر او الشهير بيبيدو، ده بسبب الاصابه واستبعاد فني لاحمد اسماعيل. يمكن ان شاء الله يعني يا كريم هواند الفتره القادمه لما اللعيبه دي تتعافى من الاصابه هينضموا مره اخرى للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. كمان رجال او سيدات السله عفوا النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7 عشان عندهم مباراه بكره مهمه جدا مع نادي الجزيره، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله الشهداء داخل مقر النادي. ويمكن خليني اقول لكم انه الفريق بيعاني من بعض الاصابات موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي، معظم لاعبات نادي الاهلي مصابين في الفريق ومنهم يعني رنيم جداوي اللي عندها التهاب في فقرات الظهر واسبوع ان شاء الله وهترجع تاني تنتظم في التدريبات الجماعيه. كمان رضوى محمد عندها اصابه في عضلات القدم اليمنى، ولكن ان شاء الله هتكون موجوده خلال الايام اللي جايه ان شاء الله في التدريبات الجماعيه. وكمان النور علي طلعت اصيبت في المباراه اللي فاتت للنادي الاهلي في مباراه مصر التامين، اصيبت بكدمه في الفخذ ولكن تعتبر اصابه بسيطه متواجده برضو في التدريبات الجماعيه وان شاء الله هنلاقيها او هنشوفها في المباريات القادمه. كمان رجال الطايره النهارده عندهم تمرين الساعه 2 وبكره عندهم مباراه مهمه مع نادي طلائع الجيش، ودي هتقام في تمام الساعه 5 مساء على صاله يعني الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. والنهارده سيدات او فتيات الذهب سيدات الطايره النهارده عندهم مباراه يعتبر النهارده ماتش دي بالنسبه لهم، فتيات الذهب عندهم مباراه مهمه مع نادي هليوبلس الساعه 8 على صالة نادي هليوبلس. والنهارده رجال كره اليد انا هواند ويا كريم عندهم تمرين الساعه 4 بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي طلائع الجيش يوم الخميس المقبل على صاله نادي طلائع الجيش، ويوم الجمعه هتكون مع نادي الزمالك ولكن هتكون على ارض محايده وهي صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. جدي انا هواند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، جميع الفرق المختلفه واحوالهم واستعداداتهم للمباريات والبطولات القادمه. يعني ان شاء الله يمكن انا معاك انا هواند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك انا هواند، تفضلي. لا تغطيه كامله، بنشكرك عليها جدا زميلتنا العزيزه سلا حامد، شكرا.